السادس والعشرون من آب 96، الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعاقلته السيدة نازك يلتقيان في قريتم وفودا من بيروت لمناسبة قرب الانتخابات النيابية. نحن إجمالا بلبنان معركتنا هي معركة بين الاعتدال والتطرف، بس ببيروت في ناس متطرفين وفي ناس معتدلين كمان عم نعمل معركة معهم. ليش؟ أولا المتطرفين مفهوم، نحن التطرف منهم، ولكن في ناس معتدلين بس ما بياخدوا قرار ولا بيجمعوا كلمة البلد، مشان هيك نحن عم نعمل معركة معهم لحتى نجمع كلمة العاصمة. ما في واحد يتحمل مسؤولية ويقول إني أنا بدي أكون في موقع المسؤولية وما ياخذ قرار، هذا بضر البلد وبضر الناس اللي هو آخذ مسؤوليته. شو يعني واحد بالمجلس النيابي بيقوم بيوقف بيشرح حسب على موضوع بينتقدوا وبيهاجموا عند التصويت بصوت ممتنع؟ شو يعني صوت العاصمة ممتنع؟ يعني غير موجود. طيب هل يعقل ان العاصمة غير موجودة؟ انا بفضل انه نقول نحن ضد هالموضوع هذا. ضد؟ ليش لا؟